مارك كلاتنبرغ رئيس لجنة الحكام الجديد قال إنه ابتدى يشتغل من أسابيع وتحديداً من لحظة وصوله لمصر، رغم إن تعيينه الرسمي كان مع بداية شهر أغسطس. كلاتنبرغ قال: كنت بشتغل وبتفرج على كل المباريات، وكان لازم أفهم اللي بيحصل، خصوصاً وإن منافسات الموسم الحالي من مسابقة الدوري هتخلص خلال من 5 لـ 6 أسابيع. روجيرو ميكالي البرازيلي المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأولمبي قال إنه بيتمنى انضمام محمد صلاح نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر الأول للمنتخب الأولمبي وفوراً، وفي حالة الوصول لأولمبياد باريس 2024 بيتمنى إنه يكون موجود، لكن الموضوع ده هيكون فيه صعوبة بسبب الاتفاقات مع الأندية، والأزمة دي سبق وحصلت معاه قبل كده لما كان بيدرب منتخب البرازيل الأولمبي وطلب انضمام نيمار في الأولمبياد. لكن ميكائيلي قال كمان إنه شغال دلوقتي على جمع البيانات اللاعبين من الأعمار السنية المتاحة عشان ينضموا لمعسكر المنتخب الأولمبي اللي جاي. فريق ريال مدريد تم تتويجه بلقب كأس السوبر الأوروبي 2022 بعد ما فاز على فريق انتراخت فرانكفورت بنتيجة 2-0 في المباراة اللي لعبوها امبارح على الملعب الأولمبي في مدينة هيلسنكي في العاصمة الفنلندية، واللي جمعت بين بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي اليوروبا ليج. سجل أهداف ريال مدريد كل من ديفيد ألابا وكريم بنزيما في الدقائق 37 و65 على التوالي، وبالنتيجة دي ريال مدريد رفع رصيده لخمس ألقاب في بطولة السوبر الأوروبي وبيعادل ميلان وبرشلونة في صدارة الأندية الأكثر تتويجاً باللقب القاري. ونشوف صفحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف اللي أعلنت إطلاق دوري السوبر الأفريقي خلال الجمعية العمومية العادية للاتحاد بمدينة أروشا في تنزانيا، ونشرت صفحة الاتحاد الأفريقي فيديو عن دوري السوبر الأفريقي وعلقت عليه وقالت: بطولة العصر، بنقدم لكم أول دوري سوبر أفريقي على الإطلاق. Hello and a very warm welcome to our coverage. Another right, wrong range shot, what a goal! Super goal! It's in the back of the net, look at that! A fine strike indeed! Surely it's in the back of the net, it's easy! That is a brilliant finish! Marina! Oh, it's a historic moment! Oh, it's in the back of the net, he's done it, I can't believe it! The goal number two! It's a net! أخبارنا الرياضية خلصت، لكن لسه معانا كلام كتير وفقرات أكتر عن الرياضة وفقرات أخرى مختلفة. خلينا نرجع لزملائي شاذلي وجمانة نكمل معهم باقي فقراتنا. اتفضلي شاذلي.